لماذا تم حظر جوجل إيرث في البحرين؟ على الرغم من أن هذه الخدمة التي استخدمناها جميعاً قد لا تبدو ذات تأثير كبير، فهي مجرد خدمة للخرائط، إلا أن مساوئها، أو ربما من الأفضل أن نقول ما اعتبرته حكومة البحرين من المساوئ، هو سماحها للعامة بالوصول إلى المعلومات بحرية. فمنذ عدة سنوات بدأ الشعب البحريني ذو الأكثر شيعية باستخدام هذه الخدمة لمشاهدة القصور والعقارات التي تملكها العائلة الحاكمة في البحرين، والتي تشكل ما يصل إلى 95% من مساحة البلد الكلية. ومع انتشار هذه الصور شعر المواطنون بالاستياء، وبدأت موجة من الغضب الشعبي مما دفع الحكومة البحرينية إلى حظر استخدام الخدمة. ولكن ما فعلوه لم يمنع المعارضين من إيجاد وسائل بديلة، حيث بدأ الناس يتداول الصور عبر البريد الإلكتروني. في هذا الفيديو سنعرض لكم الصور التي أدت إلى حظر الخدمة، والتي وصفها الصحفي توم فريدمان بكونها القوة الخفية التي بدأت الحراك الشعبي في البحرين. كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في المنامة؟ كم عدد الأشخاص الذين لديهم أملاك فيها؟ من يحق له أن يدخل إلى المدينة؟ وكم تبلغ الكثافة السكانية فيها؟ والآن قم بطرح الأسئلة ذاتها على هذه الجزيرة البحرينية هنا، علما أن الصورتين لهما المقياس ذاته. يقال أن هذه المنطقة ملكية خاصة تعود إلى أحد أفراد العائلة الحاكمة. حسنا، لا مشكلة في ذلك، ولكن تذكر أنها أكبر مرتين من قرية صدد، هذه التي ظاهرة بهذا المربع المستطيل المنحني. كما يجب أن نسأل، هل دفع صاحبها ثمنها عندما أصبحت ملكا له؟ هذه قرية المالكية الملونة باللون الأحمر. فكر كم من السكان يمكن أن يسكنوا في هذه المنطقة في المربع الأسود، ولكن للأسف هذه المنطقة ليست للبيع، فهي تعود لأحد أفراد العائلة الحاكمة، مما يدفعنا للتساؤل هنا أيضا، هل هذا قانوني؟ هذه هي الملكية المفضلة للملك، إنها بحجم المالكية وكرز كان وصدد وشهر كان مجتمعين. ما هذه المنطقة؟ يا ترى ما الذي تحتويه هذه المنطقة؟ سنرى هذا في الصورة التالية. توجد جزيرة، انظر إلى اليخت ولاحظ حجمه. كما يوجد أيضا ملعب للغولف هنا، ويوجد مضمار لسباق الخيل أيضا، والبناء الرئيسي هنا. أملاكهم في المنطقة الواقعة جنوب ساحل بلاج الجزائر، شاهد في هذه المربعات السوداء. شهر كان وقسم من الزلاق، حيث أن جميع ما في الصورة مملوك من قبل آل خليفة. والمربع الأحمر العالي، قارنوا بين مساحتي المكانين. لنتنقل إلى القسم الجنوبي من البحرين، حيث يعتبر مجرد التفكير في الذهاب إلى هناك تعديا على الملكية. ولكن ماذا يوجد هناك؟ إنها مزرعة ناصر بن حمد، ترى كيف حصل عليها. في منتصف العدم هناك يوجد قصر الرميثة، وهو قصر لحمد بن عيسى، أو لنقل أحد قصوره، وليس قصرا واحدا. في هذه الدائرة السوداء الصغيرة قصر صغير، وفي الدائرة السوداء الأكبر منها قصر أكبر منه بقليل. يمكنك مقارنة مساحة القصر الثاني بمساحة مضمار للفورميلا 1. ينص الدستور البحريني في الفقرة 11 المتعلقة بالموارد الطبيعية أن جميع الثروات والموارد الطبيعية هي أملاك للدولة، ويجب على الحكومة أن تحافظ عليها وتستغلها بشكل مناسب، وتحافظ على متطلبات الأمن العام والاقتصاد الوطني. أليست هذه الأماكن أملاكا للدولة يجب عليها استغلالها بشكل جيد؟ إذن لماذا لم يقوموا بذلك؟ هذه بلدة الرفاع، انظر إلى حجم الملعب البلدي وقارنه بحجم منزل رئيس الوزراء، فهو أكبر منه ب4 مرات. هذه التي أمامنا هي صورة مقربة لمنزل رئيس الوزراء، إنها تشبه المدينة بأكملها. تقدر مساحة العقارات التي تم الاستيلاء عليها بما يقارب 200 كم² منذ الاستقلال، علما أن مساحة البحرين تساوي 665 كم². أي ما يعادل 30% من مساحة البلاد، وهو ما تبلغ قيمته 60 مليار دولار. في منطقة الرفاع في الغرب بلدة حمد، وبجانبها القصور ومنزل الملك الذي تبلغ مساحته تقريبا 8% من مساحة البلدة، حيث أن مساحة المنزل
لوحدها تكفي لبناء منازل تأوي أكثر من 6000 بحريني. صورة مقربة لمنزل الملك. وهذه صورة مقربة للقصور المجاورة لمنزل الملك. لنلقي نظرة ثانية على قصر الصافرية، وهو أحد قصور الملك. يمكن لمساحة هذا القصر أن تتسع لمنازل تأوي 30000 بحريني. هذه صورة لمنطقة الهملة الغربية، مدهشة حقا. هذه صور لجزيرة الحوار، وهي أيضا من أملاك العائلة الحاكمة. منطقة حورات عالي، وهي منطقة أعلنها عيسى بن سلمان محمية طبيعية في التسعينيات، شاهد ما تحولت إليه في الصورة التالية. لقد أصبحت ملكية خاصة، ولك أن تحزر هوية الملك. جزيرة المحمدية، وهي جزيرة جميلة لا يسمح لأي بحريني بالدخول إليها ما عدا الشخص الذي قام بالاستيلاء عليها طبعا. هذه الجنبية، عفوا هذه كانت الجنبية، فاليوم معظم أراضيها مملوكة من قبل لص واحد قام بالاستيلاء على مساحة شاسعة. في خليج توبلي، كم تبلغ مساحة هذه الأرض يا آل خليفة؟ ملكية خاصة. أم النعسان، مساحتها لوحدها يمكنها أن تحل أزمة السكن في المملكة، ولكن ملكيتها تعود لشخص واحد فقط، ويبلغ ثمنها 3 مليارات دولار. الآن سنترككم تشاهدون بعض الصور لقصورهم ومزارعهم في القسم الغربي من هذه الجزيرة. بعد أن شاهدت الأماكن التي يعيشون فيها، لنشاهد البؤس الذي سببوه لشعبهم. هناك أشخاص يعيشون هنا، تخيل. قارن بين مساحات ملاعب أطفالهم وملاعب أطفال الشعب. هذه الصورة للجزء الجنوبي من الجزيرة. هل ترى أي منطقة مأهولة فيها؟ بالطبع لا. إذا لماذا يقومون باستصلاح أراضي البحر لبناء المدينة الشمالية؟ ببساطة لأن كلفة استصلاح أراضي البحر هي 76 مليار دولار. ترى من هو أكبر مستفيد؟ لنعد خليج توبلي من جديد. كان هذا الميناء في أحد الأيام واحدا من أغنى المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط، ولكن مساحته تضاءلت من 25 كيلومتر مربع إلى 11 كيلومتر مربع، وتستمر في التضاؤل. وتقدر قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في هذا الخليج ب3 مليارات دولار، حيث أن ملكية هذه الأراضي تعود لأفراد من العائلة الحاكمة. جزيرة دون أي شواطئ. جميع هذه الشواطئ محرمة على العامة دون أي سبب منطقي، فأكثر من 90% من هذا الخط الساحلي الأحمر الممتد بطول 161 كيلومتر هي ملكيات خاصة تم الاستيلاء عليها من قبل العائلة الحاكمة. لتوفير مساكن للشعب البحريني، نحن بحاجة إلى 35 كيلومتر مربع فقط. خلال 40 عاما الماضية، قامت الحكومة باستصلاح أكثر من 70 كيلومتر مربع من الأراضي البحرية، وهو ما يعني أن الحكومة تستطيع أن تمنع كل عائلة بحرينية أن تمنح كل عائلة بحرينية قطعة أرض من هذه الأراضي المستصلحة، ما يعني أن حجة عدم توفر الأراضي غير حقيقية.